السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيرات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة مقارنة تفصيلية مختلفة ومميزة ما بين ثلاث عربيات بيطرحوا في السوق المصري، منهم عربيتين بيطرحوا لأول مرة عندنا في مصر. أول عربية هي البيجو الـ 2008، اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في مقارنة تفصيلية ما بينها وما بين الكيا إكسيد، موجود على جزئين على قناتنا على اليوتيوب. تاني عربية معانا هي الكيا إكسيد، الكيا إكسيد نفسها كمان اتكلمنا عنها بشيء من التفصيل في المقارنة ما بينها وما بين بيجو، وعملنا لها كمان ريفيو منفصل خاص بيها موجود على قناتنا على اليوتيوب برضو ممكن تشوفوه. العربية الثالثة اللي موجودة معانا هي ستروين سي 4 اللي بتطرح لأول مرة في السوق المصري زي ما اتفقنا، وتم الكشف عنها من أيام قليلة، حضرنا حفل إطلاق العربية واتكلمنا بشيء من العجالة كده أو يعني على استعجال عن أهم المميزات اللي موجودة في العربية والأوبشنز الموجودة فيها. النهاردة هنتكلم عن كل التفاصيل المتعلقة بستروين سي 4 وتحديدا الفئة الأولى منها، لأن العربية بتطرح بفئتين. هنحاول كمان نبرز أهم الاختلافات ما بين الفئتين اللي بتطرح بيهم العربية في التجهيزات سواء خارجيا أو داخليا. وطبعا الشيء الاساسي او المهم في المقارنه دي هيكون اهم الاختلافات ما بين ستروين السي 4 والبيجو 2008 والكيا اكسيد. والسؤال الاساسي بتاعنا في المقارنه، لو انت البادجت بتاعك من 400 ل 450 او 460 الف جنيه، ايهما تفضل، البيجو 2008، ستروين سي 4 ام الكيا اكسيد؟ النهارده بقى في اخر الريفيو خالص او في اخر المقارنه انت اللي هتجاوب على السؤال ده. طيب مهم برضو انبهكم انه المقارنه دي تبقى مقسومه على ثلاث فيديوهات او ثلاث اجزاء. الفيديو الاولاني هنتكلم فيه على التجهيزات الخارجيه الخاصه بالعربيات الثلاثه، هنتكلم فيه على ابرز الفروق في الابعاد ما بين العربيات الثلاثه لان دي نقطه مهمه جدا. بعد كده الفيديو الثاني هنتكلم فيه على الانتيريور بتاع العربيات الثلاثه، الانتيريور بمعنى الكنبه الخلفيه، وهنتكلم كمان على الشنطه ومساحات الشنطه، وهنتكلم كمان على المقصوره الاماميه للركاب واللي بتشمل عوامل السلامه والامان والانفتاح من سيستم. والجزء الثالث والاخير من المقارنه بتاعتنا هيكون متعلق بمنظومات الحركه المتعلقه بالثلاث عربيات، سواء في البيجو 2008 او في ستروين سي 4 او في الكيا اكسيد. هنتكلم طبعا على المحرك ونقل الحركه والسسبنشن سيستم في العربيات الثلاثه. فاصل صغير زي ما اتعودنا، هناخد فيه لفه حوالين العربيات الثلاثه، وطبعا طالما في ثلاث عربيات فاكيد الفاصل هيبقى طويل شويه، ونرجع بقى نكمل وندخل في اهم التفاصيل للمقارنه بتاعتنا ما بين 2008 سي 4 واخيرا الاكسيد. يلا بينا. هنتكلم فيها وهو نقطة سعر العربيات الثلاثة. العربيات الثلاثة طبعا زي ما اتفقنا في مقدمة الفيديو ان هي بتنافس في نفس الفئة السعرية والحجمية اللي موجودة عندنا في السوق المصري. فمبدئيا الكيا اكسيد بتطرح بفئتين، الفئة الاولى بسعر 360 الف، الفئة الثانية بسعر 400 الف اللي هي معانا دلوقتي. دي الاسعار الرسمية، وبنبه مرة تانية دي الاسعار الرسمية بدون اي اوفر برايس او اسعار زيادة. طيب العربية الثانية هي ستروين سي 4 زي ما اتفقنا، وبتنزل بفئتين، الفئة الاولى بسعر 410 واللي هي معانا النهارده، والفئة الثانية بسعر 460، فرق حوالي 50000 ما بين الفئتين. وزي ما قلت لكم دي الفئة الاولى اللي معانا اللي بسعر 410 علشان تنافس في نفس الفئة السعرية للكيا اكسيد. طيب العربية الثالثة معانا هي البيجو 2008، وتحديدا الفئة الثانية منها، في عندنا فئة اعلى منها وفي فئة اقل منها، يعني تعتبر الفئة اللي في المنتصف اللي هي الالور، وبتنزل بسعر 400000 جنيه. يبقى عندنا 400 410 400، دي بالنسبة للاسعار. طيب العربية زي ما قلت لكم، العربية الاولى كيا بتنزل من خلال وكيل كيا في السوق المصري اي اي تي، بعد كده عندنا ستروين السي 4 بتنزل من خلال وكيل علامة ستروين القصراوي، وبعد كده عندنا البيجو واللي بتطرح من خلال وكيل علامة بيجو الفرنسية شركة مانسكو. عندنا اثنين اوروبي او اثنين فرنساوي تحديدا، واثنين واحدة كوري، طبعا كوري بس بتتقفل في اوروبا برضو بالمناسبة، بتتقفل في سلوفاكيا، الكيا بتتقفل في سلوفاكيا، فبالتالي ممكن نعتبرها اوروبي لكن طبعا بالطعم الكوري شوية. ده كده سريعا المتعلق او الجزء المتعلق باسعار الثلاث عربيات واهم التفاصيل والفئات ما بينهم. تعالوا بقى ندخل على الجزء المهم في العربيات الثلاثة وهو التجهيزات الخارجية، ونبتدي
نبتديها بمقدمة العربية. يلا بينا نبتدي الكلام عن مقدمة العربية هنا في البيجو. مبدئيا خلونا نتفق اتفاق انه التصميم بتاع العربية او شكل العربية الخارجي هي اذواق في النهاية، ممكن يعجبك ممكن ما يعجبكش، ده شيء يرجع لك، ولكن نحترم الاراء بعض طبعا ونحترم التصميمات اللي قدامنا بشكل اساسي. هنا في مقدمة العربية البيجو بتيجي بمنظومة اضاءة LED بداية من الفئة الاولى للفئة الاخيرة، ولكن عندنا الاضاءة الخاصة بالفرامل اللي بتبقى موجودة هنا بتبقى هالوجين، الاضاءة الخاصة كمان بالفوج لايت الامامية بتبقى LED، عندنا كمان الاضاءة النهارية اللي بتاخد شكل انياب الاسد زي ما اتفقنا في التصميم بتاع العربية بتاع بيجو بشكل عام، بيكون مستوحى من الاسد الفرنسي اللي موجود هنا اللي هو الشعار بتاع بيجو. فطبعا كده زي ما قلنا منظومة الاضاءة الامامية بتيجي كلها LED باستثناء الاشارات الجانبية، ما عنديش تصريح اسفل المحرك هنا في البيجو 2008 مع الشبكة الامامية اللي بتيجي بشيء من تطعيمات البيانو بلاك مع الاجزاء الخاصة بالكروم اللي موجودة هنا اللي بتبقى عاملة زي الستارز مع فتحات هواية موجودة على الشبكة الامامية وفتحات هواية في الجزء السفلي. ننقل بقى لاستروين السي 4. استروين السي 4 منظومة الاضاءة الامامية فيها بالكامل بتيجي LED بداية من الاضاءة النهارية اللي موجودة هنا مع الفانوس الاضاءة الرئيسي اللي موجود في الجزء السفلي او تحت الاضاءة النهارية، بعد كده عندنا الفوج لايت الامامية اللي بتيجي الاضاءة بتاعتها برضو LED بالكامل، واضاءة الاشارات كمان بتيجي LED، فالعربية كلها بتيجي فول LED من الفئة الاولى. هنلاحظ التصميم المختلف والمميز وبالذات الجزء الخاص بالشنب اللي موجود هنا، انا بسميه شنب الحقيقة، هتلاقوه موجود هنا في السي 4، موجود كمان في السي 3، وموجود كمان او معتمد في تصميمات سيتروين بشكل عام الجديدة. هتلاحظ انه في عندي تريم كروم بيبقى نازل لتحت على عكس التريم اللي طالع لفوق، فعامل زي شكل سبعة موجود هنا، واحد لفوق وواحد لتحت. فتحات التهوية اللي موجودة عبارة عن اجزاء موجودة هنا في صدر العربية، بعد كده عندنا فتحات تهوية موجودة هنا، ما عنديش شبكة بالشكل التقليدي في مقدمة العربية، وعندي فتحات تهوية كمان سفلية موجودة هنا. نتنقل بعد كده للاكسيد. الاكسيد بتيجي منظومة الاضاءة الامامية فيها LED في فئاتها الاثنين اللي بتطرح بيهم في السوق المصري، ما فيش فيها اي اختلاف. اما منظومة الاضاءة الخاصة بالفوج لايت الامامية فبتيجي الاضاءة بتاعتها هالوجين مع اضاءة نهارية موجودة عبارة عن اربع عدسات داخلية، اما اضاءة الاشارات فبتبقى عبارة عن رمش موجود فوق كده، وبرده بتيجي الاضاءة بتاعته LED. التصميم المميز والمختلف لمقدمة الاكسيد هنا هنلاحظ ان هو بيعبر بشكل اساسي عن تصميمات كيا بشكل عام، التصميمات الجديدة يعني زي ما قلت لكم قبل كده واتكلمنا عنها في النقطة دي المتعلقة بالشبكة الامامية اللي موجودة برده في الكيا سيراتو المطروحة مع شعار كيا الجديد لاول مرة شفناه في السيراتو، بنشوفه مرة تانية هنا في الاكسيد. يبقى كده بشكل عام منظومات او التجهيزات اللي موجودة في مقدمة العربيات الثلاثة تقريبا واحدة ما بين الاضاءة LED والهالوجين، وما عندناش كاميرات امامية او سنسور ركن امامية في العربيات الثلاثة. استروين سي 4 في الفئة الثانية او الاعلى تجهيزا من العربية بتيجي بمنظومة كاميرات 360 درجة، يعني في كاميرا امامية وكاميرتين جانبيتين بالاضافة للكاميرا الخلفية، وعندنا كمان سنسور ركن امامية في الفئة الثانية والاعلى تجهيزا من استروين سي 4، وده طبعا مش متاح هنا لان طبعا سعرها زي ما قلنا هيبقى اوت اوف بادجت اللي احنا بنتكلم عنه. ده كده سريعا مقدمة الثلاث عربيات. تعالوا بقى نتنقل للجنب ونتكلم عن التفاصيل المتعلقة بجنب الستروين سي 4 والبيجو 2008 والكيا اكسيد. يلا بينا. طيب في الجنب خلونا نبتدي بأبعاد الثلاث عربيات وأهم الفروق في الأبعاد ما بينهم. مبدئيا كده نبتدي بالبيجو وستروين سي 4. البيجو طول الإجمالي للعربية حوالي 4 متر 30 سنتي، وتكلمنا في المقارنة ما بينها وما بين الإكسيد إنه الإكسيد تعتبر أكبر أو أطول من البيجو بحوالي 9 سنتي متوزعين في طول قاعدة العجلات والجزء الخلفي من العربية في الكيا إكسيد. طيب يبقى هنا طول الإجمالي بتاع العربية حوالي 4 متر و30 سنتي، اما استوين السي 4 فحوالي 4 متر 36 سنتي، في فرق حوالي 6 سنتي في الطول الاجمالي ما بين العربيتين، وطبعا الاكسيد زي ما قلنا 4 متر 39 سنتي. طيب ده كده اول فرق متعلق بالطول الاجمالي. طيب ده هياخدنا لطول قاعده العجلات. طول قاعده العجلات هنا في بيجو حوالي 2 متر و60 سنتي على الافر، اما طول قاعده العجلات في الاكسيد فبيكون حوالي 2 متر 65 سنتي، قلنا في فرق حوالي 5 سنتي ما بين طول قاعدة العجلات في البيجو والإكسيد، أما هنا في استروين سي 4 فحوالي 2 متر 66 سنتي، فهنا تقريبا طول قاعدة العجلات في استروين السي 4 يعتبر هو الأطول ما بين الثلاث عربيات.
طيب بعد كده عندنا الخلوص الارضي. الخلوص الارضي ما بين الثلاث عربيات، عندنا البيجو 17 سنتي وستروين السي 4 17 سنتي، واخيرا الكيا اكسيد 18 سنتي، فتعتبر هي الاعلى واكثر ارتفاعا عن الارض ما بين الثلاث عربيات. طيب بالنسبه للتجهيزات اللي موجوده، فخلونا نبتدي هنا بالبيجو. البيجو ما فيش فيها كيلس انتري ولا الباب السائق ولا باب الراكب الامامي، هنا في الفئه الثانيه، وكذلك المرايات الجانبيه غير قابله للضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه، بيكون الضم بتاعها يدوي، اما التحريك بتاع المرايات فبيكون كهربائي من جوه العربيه مع اشارات جانبيه موجوده هنا. طيب هنلاحظ كمان ان الازاز الخلفي بيجي فامي، مع الازاز الخلفي تماما بيكون فامي، والروف راكس اللي موجوده هنا تبقى موجوده بدايه من الفئه الثانيه والثالثه، في الفئه الاولى ما عنديش روف راكس. بالنسبه للجنوط، فالجنط بيكون 17 انش، وهو نفس الجنط نفس المقاس اللي موجود في استروين السي 4. السي 4 الجنط بتاعها برده 17 انش زي ما احنا شايفين، وهو نفس الجنط الموجود في الفئتين، ما فيش فيه اي اختلاف. هنلاحظ برده اقواس الكاوتش اللي بتلحم مع العتب وبيلحم مع الديفيوزر الخلفي والديفيوزر الامامي اللي بيبقى من البلاستيك الاسود لحمايه الابواب. هنلاحظ كمان انه المقبض اللي موجود هنا، مقبض الابواب، بيبقى عندنا كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح للسائق فقط في استروين السي 4، لكن الراكب الامامي ما عندوش كيلس انتري، بالاضافه كمان للازاز او المرايات الجانبيه بتبقى قابله للضم مع فتح وقفل العربيه. وطبعا عندنا اشارات جانبيه برده شكلها مميز ومختلف في الجزء ده. في الفئه الثانيه او الفئه الاعلى تجهيزا من استروين سي 4، بيبقى عندي مرايات في المرايات الجانبيه كاميرتين سواء لليمين او للشمال، مع كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه عشان منظومه الرؤيه 360 درجه، بالاضافه كمان لجزء متعلق بالبلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء. طيب هنلاحظ ان الجزء ده بيجي من البيانو بلاك، والازاز الخلفي بيجي كمان فامي، والازاز الخلفي تماما بيجي فامي، مع الجزء ده او الاكس اللي موجود هنا، الاكس ده بياخد شكل الهاتشباك شيب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وطبعا ده برده نفس اللي موجود او نفس التصميم تقريبا اللي موجود في الكيا اكسيد. تعالوا بقى نتنقل للكيا اكسيد ونتكلم عن شيء من التفاصيل المتعلقه بالجنب بتاعها ونقارنه ما بينه وما بين الستروين السي 4. زي ما اتفقنا كده انه عندنا ستروين السي 4 بيعتبر طول قاعده العجلات بتاعتها هي الاطول، عندنا زي ما قلت 3 متر 66 سم تقريبا، وهنا 3 متر 65 سم، ففرق حوالي سنتي واحد او 2 سم ما بين طول قاعده العجلات ما بين العربيتين. الجنط هنا في الاكسيد بيبقى 18 انش، ودي برضو احد المميزات اللي موجوده في العربيه هنا، لانه ده موجود بدايه من الفئه الاولى في العربيه، الفئه الاولى والثانيه الجنط بيكون 18 انش بنفس الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وبرضو من ضمن المميزات المشتركه ما بين العربيات الثلاثه هو نقطه انه عندنا اقواس الكاوتش اللي بتلحم مع العتب بتاع الابواب وبيكمل معايا مع الديفيوزر الخلفي والديفيوزر الامامي. الكيلس انتري موجود هنا في الفئه الثانيه من كيا اكسيد، مش موجود في الفئه الاولى، والمرايات الجانبيه القابله للضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه برضو موجوده في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى، ولكن الروف راكس اللي موجود هنا موجود في الفئتين مع انتنه زعنفه القرش والازاز الخلفي الفامي اللي موجود برضو في الفئتين، مفيش فيه اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بالفروق ما بين ابعاد العربيات الثلاثه واهم التجهيزات اللي موجوده في الجنب ما بين العربيات الثلاثه. تعالوا بقى نتنقل لظهر العربيات الثلاثه ونتعرف عليه وعلى التفاصيل الموجوده فيه وابرز التجهيزات والاختلافات في التجهيزات ما بينهم. يلا بينا. وصلنا لظهر الثلاث عربيات. مبدئيا كده انهي عربيه فيهم تتوقعوا ان مساحه الشنطه بتاعتها اكبر؟ من خلال التصميم كده في الظهر تتوقعوا انهي عربيه يكون مساحه الشنطه فيها اكبر؟ مش هقول لكم دلوقتي، يعني خمنوا كده وقولوا لي. بس خلينا نتكلم على ابرز التجهيزات اللي موجوده في ظهر العربيات الثلاثه ونبتدي بالاكسيد. مبدئيا عندنا الاكسيد فيها مجموعه مميزات بتخليها مختلفه عن العربيتين التانيين. اول ميزه موجوده في العربيه هنا انه منظومه الاضاءه الخلفيه بالكامل بتيجي LED، ما فيش فيها اي اختلاف. عندنا كمان كاميرا خلفيه موجوده هنا مع سنسور ركن خلفيه مع فتحتين شكمان فيك مش حقيقيين، فتحه الشكمان الحقيقيه موجوده هنا في الجنب اليمين، هي فتحه وحيده مع عواكس اضاءه موجوده هنا وهنا، وعندنا كمان عكس الاضاءه ده موجود فوقه اللمبه الخاصه بالرجوع للخلف او الريفرس، والناحيه الثانيه موجود فوقها اللمبه الخاصه بالفوج لايت الخلفيه. طيب شكل العربيه من الخلف واخد زي ما قلنا تصميم الهاتشباك الى حد ما، وشكله ظريف. الديفيوزر الخلفي بيجي بلون رصاصي فاتح، والاكسدام الخلفي بيجي ميكس ما بين البلاستيك الاسود المط واللون بتاع العربيه. طيب زي ما قلت لكم الاضاءه الخلفيه بتيجي LED بالكامل في الكيا اكسيد، مع الازاز الخلفي اللي بيجي فامي والسخانات عشان الشبوره والضباب، السبويلر الخلفي بلون العربيه، بالاضافه كمان لجزء خاص بالاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل اللي بتيجي القديم مع انتنه زعنفه القرش. تعالوا بقى نفتح الشنطه ونشوف اهم ميزه موجوده هنا في الاكسيد وبتميزها عن العربيتين التانيين، وهو الشنطه اللي بتفتح بشكل كهربائي بالكامل. مساحه التخزين
هنا في الكيا اكسيد 426 لتر، 426 لتر مستغلين بشكل كامل. برضو من ضمن الاوبشنز الموجوده او الظريفه اللي موجوده في شنطه الاكسيد هنا ان عندنا فتحه 12 فولت مع وحده اضاءه موجوده بالشكل ده، بالاضافه كمان لاماكن لجنشات على الارضيه علشان لو عايز اثبت حاجه بحبل او حاجه. والارضيه نفسها بتيجي على مستويين، في مستوى منخفض علشان لو انت عايز تحط حاجه مرتفعه شويه، وفي مستوى اعلى منها ان انت بتشيل الجزء الخاص بالظهر ده تماما بالشكل ده كده، بتشيله وبتحطه على مستوى مرتفع، فبتلاقيه بيتساوى معاك مع الارتفاع بالشكل ده، بيبقى مرتفع بشكل عالي جدا، بيتساوى معاك مع الأرضية الناتجة عن طي الكنبة الخلفية، لأن الكنبة الخلفية هنا في الكيا اكسيد قابلة للطي 40-60 عشان تزود مساحة الشنطة، والأرضية بالتالي بتاعت الشنطة الأساسية بتبقى مستوية بشكل كامل مع الأرضية الناتجة عن الكنبة الخلفية. طيب تعالوا بقى نتنقل للعربية الثانية وهي الستروين سي 4. التجهيزات اللي موجودة هنا في الستروين سي 4 عبارة عن سنسور ركن خلفية موجودة هنا على الاصطدام الخلفي، والديفيوزر الخلفي بيجي برضو باللون الاسود، ولكن هنا اسود بيانو بلاك او اسود لامع في الديفيوزر الخلفي، لكن الاصطدام نفسه بيجي بلون اسود مط. وهنلاحظ كمان الجزء العلوي من الاصطدام بيجي بنفس لون العربية. التصميم بتاع الظهر هنا مختلف ومميز وكاتشي جدا، لانه بيديك احساس ان العربية الى حد ما فضائية او شكلها مختلف تماما. السبويلر الخلفي ده بيجي في التلت الاخير من الازاز، والازاز الخلفي بيجي بيكمل من تحت منه وبيلحم كمان مع الجزء بتاع القايم اللي موجود هنا، يعني الاكسدام طالع على القايم او السبويلر طالع على القايم اللي موجود هنا، القايم الخلفي، فمدي منظر كمان شيك ومختلف للعربيه. تحس ان العربيه متقسمه لاكثر من كاتيجوري او اكثر من دور موجود في الجزء الخلفي. الجزء ده طبعا بيجي باللون الاسود وبيخلي شكل العربيه مميز، والجزء اللي تحت بيجي باللون الابيض، فبيبقى منظر العربيه كانها تو تون او يعني جايه لونين. منظومه الاضاءه الخلفيه بتيجي مش كلها LED، الجزء الاساسي او الاضاءه الرئيسيه بتيجي LED، اضاءه الفرامل بتيجي هالوجين، اما اضاءه الريفرس او الرجوع للخلف بتبقى هالوجين برضو، وكذلك اضاءه الاشارات. طيب عندنا كاميرا خلفيه موجوده هنا بالاضافه كمان للسنسور ركن الخلفيه اللي اتفقنا عليها، وعندنا كمان فتحه شكمان موجوده هنا وفتحه شكمان كمان موجوده هنا، يبقى عندنا فتحتين شكمان حقيقيتين موجودين هنا في العربيه، بالاضافه كمان للاضاءه الموجوده هنا اللي هي الخاصه بالفوج لايت الخلفيه. طيب تعالوا نفتح الشنطه. الشنطة بتفتح بشكل طبيعي مش كهربائي ولا حاجة، لكن معايا اتنين مساعدين علشان يساعدوني في فتح باب الشنطة. مساحة الشنطة هنا 380 لتر، مساحة تعتبر أقل من الكيا اكسيد زي ما قلت لكم 424 لتر، هنا 380 لتر، وطبعا مستغلة برضو بشكل كامل، مفيش أي هدر في المساحات موجود، ولكن شفة التحميل عالية شوية إلى حد ما. وعندي طبعا الجزء الخاص بالستبن اللي بيجي طبعا احتياطي، جنط احتياطي. الكنبة هنا قابلة للطي 40-60 عشان تزود مساحة الشنطة لأكثر من 1200 لتر، ما عندي رف كمان موجود هنا عشان استخدمه ككفر أو استخدمه كرف أحط عليه حاجة، مع وحدة إضاءة صغيرة موجودة، وما عنديش فتحات USB أو 12 فولت موجودة في الشنطة هنا في استروين SC4. تعالوا بقى نتنقل بعد كده لشنطة البيجو. البيجو مبدئيا في تجهيزاتها الخلفية اتفقنا قبل كده ان الفانوس الخلفي بتيجي الاضاءة بتاعته LED بالكامل، بياخد تصميم في التصميم بتاعه 3D او شكل مخالب الاسد بشكل ظريف ومميز. عندنا كمان الجزء ده بيجي من البيانو بلاك، وبرضه بتحس ان هي جاية بكسرات وخطوط حادة في التصميم بتاعها بشكل عام في العربية. السبويلر الخلفي اللي موجود هنا بيلحم مع السقف، وطبعا عندنا القايم اللي موجود هنا ده بيبقى من البيانو بلاك، والازاز الخلفي بيجي فوميه، ولو نزلنا لتحت شوية عندنا الكاميرا خلفية، ما عندنا سنسور كمان ركن خلفية مشتركة ما بين العربيات الثلاثة. والاكسدام الخلفي نلاحظ ان هو بارز لبره شوية، مع فتحتين شكمان مش حقيقيتين، واحدة منهم هي الحقيقية. وعندنا الاكسدام الخلفي بيجي لونين زي ما احنا شايفين، في اللون اللي بيجي باللون الاسود، وفوق منه بيبقى باللون الرصاصي، وطبعا الديفيوزر الخلفي بيجي بلون بيانو بلاك او رصاصي لامع شوية او اسود لامع شوية. طيب تعالوا نفتح الشنطة ونشوف. الشنطة بتفتح مبدئيا يدويا بشكل كامل، ومساحة الشنطة هنا 436 لتر، 436 لتر تعتبر هي الأكبر في مساحة الشنطة ما بين العربيتين، هي أكبر من مساحة شنطة الإكسيد وأكبر من مساحة شنطة SC4. طيب هل في أي أوبشنز موجودة؟ لا مفيش أي أوبشنز موجودة، عندنا بس مساحات تخزين جانبية موجودة هنا بتاخد شوية من مساحة الشنطة، وعندنا كمان وحدة إضاءة صغيرة هنا، وتحت في عندنا دور سفلي موجود جواه الإكسدام أو عفوا الاستبن الخاص بالعربية. طيب
من ضمن الحاجات الكويسه في الشنطه هنا ان انت ممكن برضو ترفع مستوى ارضيه الشنطه علشان تتناسب مع الارضيه اللي هتنتج عن طي الكنبه الخلفيه 40-60. يبقى كده عندنا الثلاث عربيات الكنبه الخلفيه بتاعتهم قابله للطي، وعندنا الشنطه بتاعت الاكسيد والشنطه بتاعت البيجو الاثنين فيهم مستوى اعلى علشان يتساوى مع مستوى الارضيه الناتجه عن طي الكنبه الخلفيه. برضو عندي رف موجود هنا وكفر، ممكن استخدمه كرف او كفر زي ما انا عايز، وممكن اشيله خالص لو انا مش محتاجه. طيب كده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من المقارنة بتاعتنا والمتعلقة بالتجهيزات الخارجية ما بين الثلاث عربيات والفروق ما بين الأبعاد بتاعت الثلاث عربيات. بعد كده هندخل بقى على الجزء الثاني من العربية. هي هنا بتقفل الكهرباء، معلش. طيب هندخل بقى على الجزء الثاني من المقارنة، واللي هندخل فيها على الانتيرير بتاع العربية، وهنبدأه بالكنبة الخلفية ثم المقصورة الأمامية للركاب، واللي هنتكلم فيها عن عوامل السلامة والأمان، وهنتكلم فيها كمان عن الانفوتيمنت سيستم الخاص بالعربية. يلا بينا.